معكم. يمكن أنا اختفيت الفترة اللي فاتت، حسيت أني لازم لما أطلع أعمل فيديو لازم أعمل الفيديو يفيدكم، مش أني أقعد مثلا بس أحكي ما تخافوا وما تقلقوا وخذوا الموضوع سيريس. لا، مهم أني أنا لما أعمل فيديو أضيف شيء، لحد ما جمعت معلوماتي ولحد ما قدرت أني فعلا ألاقي شيء ممكن يساعد الكثير منا، قلت راح أطلع وأتكلم. طبعا في موضوع الكورونا إحنا عارفين أنه أهم شيء بالنسبة لنا أنه نكون رافعين المناعة، مهمة جدا الوقاية، مهمة جدا أنه نغسل إيدينا، ننتبه نكون معنا دائما جلوفز، يكون معنا كمامات ونغيرهم عشان نتفادى أي شيء ممكن ناخده من الخارج. هلا أنا بيهمني في موضوع الكورونا إنه نخفف شوي من الخوف، مهم إنه ناخذ الموضوع بجدية، نكون مسؤولين عن إنه إحنا لا قدر الله لو حملنا هذا المرض من أي مكان راح نضر مجموعة كبيرة من الناس، فلازم نلتزم بيوتنا، لازم نهتم في صحتنا، عشان مش بس صحتنا، عشان صحة كل من حولنا وصحة الآخرين وصحة المكان وصحة البلد والمجتمع وإلى آخره. فاللي الخوف الكتير اللي صاير من موضوع الكورونا بضعف من جهاز المناعة عندنا، وجهاز المناعة هو الأساس. في حال استمرينا في الخوف والوسوسة وأنا عطست وهذا عنده ألم في الحلق عنده وهذا مثلا حرارته ارتفعت، مهم إنه يعرف أسباب هذا الشيء طبعا، بس كمان ما نعيش بذعر، مهم إنه إحنا نقوي جهاز المناعة عندنا وبعد هيك نتوكل على الله، نكثر من التنفسات، نغسل إيدينا، نحافظ على نظافتنا الشخصية. فأنا اليوم جايبالكم تمارين عشان نرفع من جهاز المناعة عندنا، وأي شيء راح يكون عندي جديد راح أحكي لكم عليه عشان تسووه، وياريت تنشروا الفيديو عشان أكثر عدد ممكن يستفيد من هذا الفيديو، مش لأي غرض، فقط لغرض الفائدة للجميع. جهاز المناعة عندنا مهم إنه يرتفع، فحنشتغل على الغدد اللمفاوية، حنشتغل على الاطحال، حنشتغل على الميريديان. فأول نقطة مهم إنه إحنا ندلكها المنطقة اللي هي بين المفصل الإيد من فوق وبداية القفص الصدري، هاي المنطقة يمين ويسار ندلكها، حتلاقوا في شد خفيف خلال التدليك، ناخد نفس شهيق عميق من الأنف وزفير من الفم وكمان الجهة الأخرى بهذا الشكل. كمان مهم نعمل بهذه الطريقة تابينج على منطقة الثايموس عشان نقويها وناخد نفس خلال ما بنعمل هذه الحركة. في عنا هنا تبعون الريب كيج، عظام القفص الصدري، مهم ندلك ما بينهم، حتلاقوا في كمان شد، هاي أنا عندي شد بهاي المنطقة، مهم ندلك هاي المنطقة. أوكي، نستمر في التدليك، بتساعد على إنه نقوي جهاز المناعة، الغدد اللمفاوية في جسمنا، ونرفع من مناعتنا وبتهدي من الخوف. كمان نهاية القفص الصدري نزق المنطقة اللي هي نهاية القفص الصدري بأصابعنا هيك، هاي الأصابع بنزقها لفوق وبندلك المنطقة في نهاية القفص الصدري على اليمين وعلى اليسار. أوكي، بعدين بنمسك منطقة السرة ووسط الجبين وبناخد نفس، بعد هيك منطقة جنب الفخذ نبدأ نكبس عليها أو نعملها تابينج، منطقة الفخذ من الداخل برضو بنكبس عليها وبنعملها تابينج. بنمسك إيدينا بهذا الشكل على الركب من الأعلى لحد ما الأصابع تغطي الركبة، وبعدين الأصبع الوسطاني بنصير ندلك في المنطقة اللي هي بشكل دائري اللي هي في نهاية الركبة. يعني نعتبر إنه هذه هي الركبة، بنمسك هيك من أعلى الركبة وبنبدأ بالتدليك بهذا الشكل الدائري.
اوكي قلنا على الركبه وقلنا طريقه التدليك، فمهم جدا ان نعمل هاي التمارين بشكل يومي، كل كم ساعه نعملها، نكثر من شرب المي. شرب المي كتير مهم لانه الفيروس لما بيكون في الحلق بنزل على الرئتين، مجرد انك ضليتك تشرب مي كتير اوتوماتيك بنزل على المعدة وان شاء الله ما بيأثر فيك اي تأثير سلبي. فحافظوا على صحتكم، حاولوا تنشروا بين الناس هذه المعلومات عشان الناس تستفيد، حاولوا انكم تعملوا هاي التمارين بشكل دوري، تكثروا من التنفسات، تاخذوا شهيق من الانف، تملوا المعدة فيه مش بس الرئة، تملوا المعدة في الهواء وبعدين اطلعوا الشهيق اللي اخذته بالزفير وتحرروا تماما وتطلعوا اي مشاعر سلبية، اي مخاوف، اي ضيق. وان شاء الله راح اكون معكم في تأملات عشان الهدوء وعشان تحسوا بالاسترخاء ونطلع ونحرر مشاعر الخوف اللي عندنا. انشروا الفيديو، خلي الناس تستفيد، خلي الناس تمارس هذه التمارين. التمارين هاي جدا مهمة، زي ما قلت لكم التدليك حتى الأماكن هاي راح تشعروا فيها بألم شوي، مهم إنكم لما بتعملوا هذا التدليك تعملوه خلالها تمارسوا التنفسات، وإن شاء الله الجميع بيستفيد والله يحمي الجميع يا رب، وإن شاء الله قريب بنخلص من هذا الموضوع وبنرجع لحياتنا الطبيعية. شكرا للجميع وإن شاء الله تستفيدوا من اللي عملت لكم إياه اليوم في الفيديو. شكرا لكم.